بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد على قناتي. أتمنى أن تعجبكم فيديوهاتي السابقة. إذا عجبتكم فيديوهاتي السابقة لا تنسوا أن تضغطوا على زر لايك، وأتمنى أن تشتركوا في قناتي بالضغط على زر سبسكرايب أو أبوني أو اشتراك، ولا تنسوا أيضا تشغيل جرس إشعارات لتصلكم فيديوهاتي أولا بأول. والله نبدأ الفيديو تاعنا تاع اليوم بإذن الله. الفيديو تاع اليوم بغيت نجاوب على تساؤل واحد الاخت اللي قالت لي على كيفيه تركيب الموتور، ولا شو يقولوا له بالعربيه، الموتور يا ربي نسيت اسمه. المهم موتور تاع ماشينات الخياطه الميكانيكيه اللي هو هذا، يجي مثالي كما راكم تشوفوا. هو هذا الموتور، هذا هو درك انا راح نشغله، هو راكب هنايا، ونوريكم بعض الامور ونوريكم كيفاش غادي يركب. بون، عندنا الموتور هذا اللي راكم تشوفوها هنايا، ها هو بلاصي البريس تاعو، نجي لكم هنا ها البريس تاعو كيفاش هابط، يمشي لتحت حتى كاين هاد البيدال. هاد البيدال لازم نعفسوه برجلينا، دونك لازم بلاصي البريس اول حاجه. انا نفضل اني ما نعفسش برجلي ديريكت، لازم ندير شي حاجه في رجلي. فوالا كي نعفس على البيدال هكا، شوفوا هنا تبدا تمشي الماشينه تاعنا، هاي تمشي. بون هنا راكم تسمعوا واحد الصوت، نوري لكم شي حاجه. شوفوا الموتور راهو بدا هنا يماسي، على راهو يماسي هنايا برايكم، بغيت نقول لكم على شوفوا هاي تمشي. الحس هذا اللي كنتو تسمعوه، الحس برك تاع لي شاربون اللي راهم جداد هنا في الموتور، وهما اللي راهم قاعدين يماسو. باش تفهموا عليا كاع هادو شي هما لي شاربون كاع، راح نروح نفتح معكم الموتور. نحي الموتور هنايا، شوفوا هنايا كاين واحد البنون هنا صغير هنايا اللي راهم بلاصي فيه البنون الموتور. اول حاجه باش ما نديرش حتى كارثه، نح البريز تاع الماشينه ونطفيها، ونح هادو ثاني نحهم باش ما يديرونجونيش. هذا هو اللي بلاصيه، دونك كي نحي هذا واش يقعد عندي هنايا، فيكسي لك باش تفهم عليا. كي نحيت هذاك واش بقى عندي هنايا، بقى عندي البيدال، باردون البيدال هذا، وهذا الخيوط، هذا هو اللي بلاصيته في الموتور، الموتور المحرك عفوا. فوالا هذا هو. دونك واش راح ندير، نروح لهنايا لهاد المكان اللي قلت لكم، هاد البنون نبدا نحل فيه باش نفهمكم كيفاش بلاصيت الماكينه. دونك اقلا فوالا هكا ندورو هنا، راكم تشوفوا بلي الموتور بدا يتحرك. نرخفو نرفو فوالا، نحو كاع فوالا، كي نحو هاذوكا ساهل باش نحو. بسم الله مانويال، فوالا صعبة عليا تاني، نستعمل هاد التورنوفيس تاني فوالا وتنحى. كي تنحى شوفو واش عندي دروك، نحيت هاد البونون، شوفو واش عندي. عندي الموتور وعندي لاكروا، لاكروا هي هذه شوفوا نحيها منا، شوفوا لاكروا ونجي هاوليك الموتور تاعي. هذا هو الموتور، نحطو بجهه لاكروا تاعي ونجي بلاصيه. شتو راهي كانت بلاصيه في هذا المكان هذا تاع الموتور هنايا، وشوفوا هنا وراهي داخله، عندها واحد الحفره سبيسيال تفوت فيها، ومنا هذه البلاصه اللي خارجه منا نبلاصيها في هذا المكان هنايا. لي شاربون اللي قلت لكم عليهم كيكونوا جداد يبداو يماسيو كاع، راني نشوف هنايا كاين شاربون هنايا في هذا المكان، وكاين شاربون اخر من هنايا هذا المكان هنايا. دوك نجبد واحد نوريه لكم تفهموا عليا بيان واش هما لي شاربون. سمحوا لي باسكو راني نصور بالطابلات، زعما شريت كاميرا والكاليتي د فيديو تاعها عيان ياسر، تصور غير اللي تقدروا عليا منا باش تفهموا عليا كيفاش تخدموا. نفكسي الأكام تاعي، بسم الله نفكسي الكاميرا تاعي. فوالا شوفوا هاني راح نفتح لكم الموتور باش تشوفوا معايا لي شابون كيفاش دايرين، وعلاه كانوا يماسو تاني. فوالا بالعقل خاطش راهو فيه واحد الوصول باش ميعطيش. فوالا هاهم كيفاش دايرين، نحو هاد البنون هذا وهاوليك الشابون. علاش كان يماسي؟ لانه شوفوا الشابون كيكون جديد يكون كشغل مربع، وهنايا كي
تشوفوا هنايا مثلا، نبدا ندوره لكم هنايا، مش عارفه يبان ولا مش يبان، او واحد الحاجه مدوره تقعد تدور مش يبان نورمالمون. المهم دوكا كنتو ما عندكم ماشي ناسكم، اي حاجه مدوره تقعد تدور. دوك هاد الشابو مازال ما تريقلش على شكل دائري هنايا، على بها يقعد يماسي ويدير هذاك الحس حتى يتحفاو ويتريقلو يحكموا بلاصتهم، باش تما ما يوليش عندي هذيك لاماس وما يوليش عندي هذاك الصوت المزعج. هذا هو كما قلت لكم، سيو كتفيكسيو لي شابو ما تزيدوهمش ياسر ياسر، خاطرش انا من قبل كنت نزيدهم ياسر ياسر حتى نجي نحل، ما نقدرش نحل ويتكل لي هاد البونون ومنا ومنا. فوالا راني فيكسيتها. دونك كيما قلت لكم عندي هاد الشابو منا وعندي هاد الشابو منا، وها هو البلاصه اللي كان فيها داك البريز وين يتفيكسا. دونك عندي هادي لاكروا، هادي اللي هي هادي جيت تفيكسا هنايا، هنايا هكا، هادي هي جديده مازال ماهيش مستعمله، تدخل في هاد الفتحه اللي راهي هنايا هادي، وتفوت في هذيك الفتحه اللي وديتها لكم في الماشينه. هذا مكان وتلصقوا البريز تاعكم هنايا، وتعاودوا تلصقوا البريز تاعكم في الـ في الـ في المأخذ الحائط، وما عبرش كيف انا درتو في رانوج، وتشعلوا الرانوج تاعكم وتبداو تخيطوا على بركة الله. يعني امر سهل جدا جدا. هذا بالنسبه للموتور تاع الماشينه، هاو كيفاش يجي شكل الموتور، حافظوا عليه. وكاينه حاجه جد مهمه، سيو دائما كي تزيتوا الماشينه تاعكم ما يلحق لكمش الزيت للموتور. راح نوريكم كيفاش، انا وريت لكم في فيديوهات سابقه كيفاش تزيتوا الماشينه تاعكم. قلت لكم عندكم هاد الفتحات هادو اللي هنايا، وكاين هاد الفتحه وكاين هاد الفتحه، وشوفوا الموتور بلاصتو هنا سيو ما يطيحش عليه الزيت، لانه لا طاح عليه الزيت يبدا يماسي وقادر يدير لكم كوارث. دونك سمحكم ما تزيتوهاش. اوكي انا حاجه نسيت ما قلتها لكم، شراني هاد الطابله تاع الماشينه هادي سيتيزان، شريتها من رمضان ونسيت ما صورتش هاد الفيديو. دونك شريت لها هاد الطابله وشريت لها ثاني كوفر، الكوفر راه فيه الاسفل تاعو تتفيكسا كيما هاد الطابله، وهاو الكوفر تاعو من الفوق. دونك نقدر نحطو غير من الفوق هكا باش تشوفوه، دونك حتى نقدر نسافر بيها نهزها هايل، وراهو سوليد يعني ما تشي تقولوا هاي 15 كيلو ما يرفدهاش هاد الكوفر، يرفدها نورمال كاع. هذا بالنسبه لهاد السؤال اللي عطاتو لي الاخت. نروحو دركا نوري لها، كانت سقستني اخت اخرى مش عارفه هي ولا واحد اخرى، سقستني على اذا كانت هاد الماشينات دير السورفيلاج ولا والو. دونك انا اليوم كي رحت لواحد المحل تاع بيع ادوات الخياطه، لقيت واحد البيد بيش هي نتاع ماشينات الخياطه هذه ميكانيكيه، مي الراس تاعها شغل هذاك اللي يدير الكفه يدير لوغلي. دونك قلت بالك كاين كيما كان كيما تاع هذه لوغلي، بالك كاين تاع اللي دار واسمو سوفيلاج، بصح ما شكيتش باسكو هاد الماشينه ما ديرش الزكزاك، باسكو السوفيلاج لازم له دي بوان سبيسيال باش يديرو. دونك نروح نوري لكم الماشينه تاع الثالثه. دونك عندي هذه الكحله تاع الميكانيكي، عندي البيضة تاع التريزه والخياطه ثاني، وعندي وحده اوفرلوك ولا سورجوتوز، نوريها لكم. هي من اصل هذه لامارك سيتيزان. بالنسبه للاوفرلوك ولا سورجوتوز هي هذه اللي راكم تشوفوا فيها، انا درت لها هنا ثلاث خيوط متغايره. دائما كي تكونوا مبتدئات نعطيكم نصيحه، السورجوتوز ديروا لها ثلاث خيوط متغايره مش من لون واحد، باش الا تقطع خيط تعرفوا وين خيط تقطع وتقدر تردوه، لانه كل خيط راه عنده طريق. مثلا هذا الاحمر شوفوا راه فايت هنايا في هذه الفتحه، بعد يعاود يفوت منا ويعاود يهبط هنايا هنايا، وكاين يدخل هنا لداخل. لازم نجيب حاجه تاع الضوء ونهز الفيوزه من داخل هنايا شويه مسخه، مره على مره نتوايوها شوفوها من الداخل، يعاود يفوت هنايا وكاين واحد الكروشي راه يفوت فيه هنايا. بالنسبه لهذا الخيط تاع الوسط هذا الابيض راه يفوت هكا، يعاود يفوت على واحد الفتحه هنايا ويدور على هاد الشغل هادي لا طونسيون تاعو، و كل خيط عنده لا طونسيون. هذاك الاحمر الخيط هذا اللي التالي الاحمر هذا هو لا طونسيون تاعو، ها هي هنايا تستريقل منا الخيط العلوي، هاي لا طونسيون تاعو هو اللي راح يفوت لبرا. اما الخيط هذا الكحل راح يفوت من التالي، راح يتفتح منا هكا، راح نبعد هذا نصلح يتفتح ويفوت منا
ونجيب الفيوزا مش عارفة يفوت من التالي. وإلا كنتو مهتمين ديروا لي في الكومنت كتبوا لي إلا بغيتو ندير لكم فيديو على يعني تركيب خيط لهاد الماشينة. ماشي مشكل نديرها لكم بإذن الله. هذه هي الماشينة تاعي تاع السورجي. نوريكم هكا شوية كيفاش تخيط وخياطتها ما شاء الله، يعني السورجي تاعها ما شاء الله. حسيت هادو فوالا راح نوريكم مثلا نشعل. دائما انا نخدم بالرانج ونطفي قبل ما ندير. بسم الله نبدا ندير. شوفوا فوالا هاو السورجي تاعها الخيط تاعها. دخلت شوفوا كيفاش متركين كيفاش مدايرين ما شاء الله. هاوليك يعني هايل ما شاء الله. او يتقطع خيط ما تخدمش ماشي. وهو شوفوا كي تجي تلاحظوا هناكم تشوفوا غير الابيض والاحمر. شوفوا لك حل لك حل يفوت هكا طول برك ويشد فيهم. يتقطع لك حل ما يخيط ما يتمشيش. كاين ماشينة تاع سوجي اخرين شفتهم يجوا فيهم خمس خيوط بصح يمشي بخمسه يمشي بربعه يمشي بثلاثه يمشي باثنين. مثلا انا ماشينتي تاع التريزه هذه السوجي تاعها تسمى زوج خيوط، عندي البوبين ولا كانت هذا ما كان. بصح هذه تمشي بثلاثه، راحوا ثلاثه خلاص ما تمشي. شوفوا لا مارك سيتيزان كيما الاخرى. بصح هادو هايلين وسوليد. الموتور تاعها هذا جمعها ماشي كيما ماشينتي تاع الميكانيكيه اللي شريتوها. شوفوا منين تستفد منها. ها الموتور تاعها من اللور. هاوليك على بليش اسكو راه يبان ولا والو. لا هاوليك الموتور راكم تشوفوا هذا الكحل، هذا هو الموتور تاعها. ونفس العفسه فيها الكروات تاعها اللي راكم تشوفوها. بون يعني نتحايل باش نصور الفيديو باش مش عارفه كيفاش نشد الفيديو باش نطوي لكم اون طون احكم دونك. شوفوا الكروات تاعها من فايته هاي راهي فايته عندها فتحه. شوفوا هنا راهي تكلت بصح هي خدامه نورمال. شوفوا شتوها فوالا. ونفس الشيء عند هذيك الفتحه اللي وريتها لكم الصغيره هذيك تما تتفتح. هذه هي. كان هذا الفيديو تاعنا للان، خاطرش راح ندير لكم ان شاء الله فيديو تاع نبداو في خياطه ادوات المطبخ. ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم. اذا عجبكم ما تنساوش ديروا له بيك 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 لايك. وان شاء الله نكون اجبت على استفساراتكم. بقى لي سؤال واحد من صديقتي اللي سقساتني على كيفيه اخذ مقاييس المطلات ولا المطارح. راح ندير لها ان شاء الله فيديو خاص لانهم فيها شويه حسابات مش ياسر بصح نوري لها يعني شغل حسابات كيفاش ديرهم ولا ما كاش صايبه على الحسابات. شغل دير موديل ودير باترون تاعها ولا دير على الكارلاج. الكارلاج هذا عادي تحسب به عادي. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاعي. ما تنسوش كما قلت لكم بيك لايك وتشتركوا في القناه بالضغط على زر سبسكرايب او ابوني او اشتراك. ما تنسوش تشغلوا جرس الاشعارات لتصلكم فيديوهاتي اولا باول. ونتلاقى ان شاء الله في فيديوهات لاحقه باذن الله. الى اللقاء.